مقاومات السنوار دحلان لبناء لبنة في جدار الوحدة الوطنية تتوج اليوم أيضا في قضية المصالحات المجتمعية، حيث أن هذه لجنة المصالحة المجتمعية إحدى لجان اتفاق القاهرة العام 2011، والتي قامت قبل ذلك بجبر الضرر لعدد 134 شهيدا. اليوم 40 شهيد من ضحايا الاقتتال الداخلي وأحداث الانقسام، بمعنى أن اليوم أنهينا ربع ضحايا الانقسام. نحن حقيقة نتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على الجهود التي تبذلها في دعم هذه اللجنة بكل وكافة الإمكانيات، كما نتقدم بالشكر للإخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة، وهو المشرف العام على المصالح الوطنية الفلسطينية. الجمع الكبير، هناك روح من التسامح والتفاعل والتئام الجر، ويعني التغلب على الألم الداخلي والاتجاه باتجاه الوطن وتكبير الوطن في نظر الكل، أن الوطن أكبر من جرحانا وأكبر من ألامنا. اليوم اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية تنجز ملفات 40 من ضحايا الانقسام عبر جبر الضرر عن عائلاتهم وأسرهم، تنفيذاً لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية عام 2011 في شقه الأساسي المتعلق بالمصالحة المجتمعية. نعلي من قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني، نصلب جبهتنا الداخلية. هذا الجدار الذي نعليه للوحدة الوطنية هو الوحيد القادر على مواجهة صفقة القرن ومواجهة كل محاولات تصفيد القضية الفلسطينية. نأمل بأن يشكل هذا المهرجان ملحمة حقيقية لصناعة المحبة والوئام بين أبناء شعبنا، كذلك أيضا نحن نأمل بأن تشكل هذه الفعاليات انطلاقة حقيقية لملف المصالحة الفلسطينية. نحن أيضا في مثل هذا الموقف والحدث المهم في تاريخ شعبنا نشكر القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وكذلك المخاتير والعشائر والمجتمع المدني وأبناء شعبنا الذين جاءوا وشكلوا سياج حماية للمصالحة الفلسطينية وصولا إلى المصالحة الفلسطينية الكبرى بإذن الله. الرسائل التي خرجت من هذا المهرجان هي رسائل وطنية وإنسانية وأخلاقية، تظهر مدى عظمة هذا الشعب الفلسطيني العظيم المبارك ومدى تضحيات شعبنا الفلسطيني. فها هو شعبنا الفلسطيني يعمل على طي هذه الصفحة الأليمة، صفحة الانقسام. بكل تأكيد الدعم المقدم هو من دولة الإمارات العربية مشكورة ومقدر من شعبنا الفلسطيني، والراعي لهذا الاحتفال ولهذا الجهد هي لجنة التكافل. لذلك نحن نشكر كل من له من ساهم وكل من له يد في إنجاز هذا العمل الوطني الرائع، ونتمنى من كل دولنا العربية والإسلامية أن تقدم الدعم السخي لشعبنا الفلسطيني حتى نعمل على رص الصفوف وطي صفحة الانقسام المقيت، حتى نكون صفا واحدا في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا الفلسطينية. الحقيقة أن هذا العرس الفلسطيني الذي رأيته بآلاف المواطنين يشهدونه دليل أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الانقسام، يريد وحدة حقيقية على الثوابت الفلسطينية لتحرير فلسطين إن شاء الله.